الاخبار. اوتش خدي نفس، خدي هو الحته دي بس اللي بتقلب. خدي نفس زياده ولا اقلل شويه؟ نجرب حته كمان. نقرب حته كمان. اوتش نقرب. اوكي كمان. طيب هكمل انا عشان والله عايزاكي تخلصي من يعني جلسات قليله. برافو عليكي عشان ما تعمليش كده تاني يا بنتي. ماما بتعمل لك الجلسه. خدي نفسك خدي نفسك خدي نفسك يا ريت. خلصنا 40%. على ويتش. خدي نفسك خدي نفسك خدي نفسك خدي نفسك خدي نفسك خدي نفسك يا ماما. انا هعملها بحاول اعمل بسرعه شويه عشان حد يمسك لها ايديها. بناتي صبرها. اولموست خلصنا. اوكي الحمد لله على سلامتك. حطي لي الحته الثانيه عندك. يا نونو تجي الدكتوره بيصعب عليها دموع البنات قوي. سوري يا نوجو. لا ما ترى خلصنا خلصنا. هي خطوه كروي بحينا دلوقتي وانا هتكلم. تيك يور تايم تيك يور باث دو كاش. هي كمان مكانها صعب. بصي الحراره احساسها عالي في الجهه دي من ايد اكتر من الجهه دي. كمان هو انت صيدله يعني بقت بيك الرسومات كلها جايبه الرسمه دي. عادة ده اللوجو بتاع كليه صيدله يا جوجو. بتفكرين ده ليه بالالات بتاعت زمان. حتى انت كيوت يا روحي كده. تكوني مستعده يعني. الجلد مش هيتحمل ان تفركي عليه حاجه. طب وايه ده؟ بتحطيه مرتين في اليوم اربع خمس ايام الاولانيين. معاكي ايه بس يعني ايه ده بتعادي مثلا؟ اه يا حبيبتي لا بقى انا شوفي انك بتحطيه كمية زي دي بس عشان تقللي دخول الهواء في قلبك احساس الحرقان بتاع الجلد او الالم.